عند الغطس في المياه الحرارية في باموكالي في جنوب غرب تركيا، تجربة يجب أن يتمتع بها كل شخص. وقد كان الغطس تقليدا منذ البناء الرومان مدينة هيرابوليس هنا في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد، تأتي على شكل منحدرات يبلغ ارتفاعها حوالي 650 قدما، فيما بعد إلى برك وشلالات متحجرة بطلاء أبيض ساحر يعطي اسم باموكالي وتعني قلعة القطن. يمكن أن تتسع لوس أنجلوس لجميع سكان الأرض إذا وقفوا بجانب بعضهم. الضفدع الأمريكي لا ينام. يمتلك أحد أقمار زحل لونين مختلفين، حيث يكون جانب واحد أغمق بكثير من الآخر. يوجد ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية. تباع معظم ورق التواليت للاستخدام المنزلي في فرنسا باللون الوردي. تم اختراع التلفاز بعد عامين من اختراع محمصة الخبز. 8 تماثيل من أصل أكبر 10 تماثيل في العالم هي لبوذا. يستخدم البطيخ الياباني لإغراض الزينة فقط، وهو غير صالح للأكل. يوجد في السودان أهرامات كثر أكثر من أي بلد، بها 255 هرماً. اعتاد شهر شباط أن يكون هو الشهر الأخير في العام، ولهذا السبب يحتوي على عدد أيام قليلة. لا يمكنك شراء كوكاكولا في كوريا الشمالية وكوبا، لأن هذه البلدان تخضع لحظر تجاري طويل الأمد. لا يشرب الكنغر الماء ويموت إذا شربها، فهو يروي عطشه عن طريق إفراز جسمه للماء من الطعام الذي يتناوله. أنتجت الكاتشب في الصين كمحلول ملحي من السمك المخلل والتوابل، ويسمى كيتشب، والذي يعني الآن الكاتشب. إذا مات الفيل وهو واقف فإنه يظل واقفا لبضع ساعات قبل أن يسقط أرضا. تلجأ النسور إلى الانتحار في حال تقدمها في السن، أو إصابتها بالمرض، أو عدم تمكنها من صيد فرائسها. يمكن أن تنمو اللوزتين مرة أخرى إذا تركت الأنسجة أثناء عملية إزالة اللوزتين. يعد الدماغ هو العضو الأكثر بدانة، حيث يتكون من حوالي 60% من الدهون. يستطيع أنف الإنسان التمييز ما بين تريليون رائحة مختلفة.